مشاهدينا خلونا دلوقتي نتابع مع بعض أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فوزارة الأوقاف هتطلق قافلة دعوية تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل في 10 مساجد بمركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، وده ضمن 10 قوافل دعوية بتنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية تحت عنوان جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية. لعشاء الكرة الأوروبية وتحديداً في الدوري الإيطالي هيلتقي فريق ساليرنتانا ضد فريق أمبولي الساعة 10:15 مساءً. في الدوري الألماني هيلتقي فريق بروسيا دورتموند ضد فريق فرايبورغ الساعة 9:30 مساءً.